بعد عمك يوم صيفي هنا يقولون بعد عمك. هذا هاشم، هاشم سولف لهم من اللي زمنا طلعت لنا حيه كبيره ذيك مره، سولف لهم ادينا على ابو خليل. يا ابوي وانا اتغدى غصه بعد بكير دي غصصني، هو يسولف السالفه وانا اتغدى. كانوا وياي اثنين، واحد عالم ايكولوجي ياباني وواحد كاتب وصحفي، شويه هيك حتى يطلعون كلهم وياي. وطلعت لنا حيه يسمونها النحاسيه، بس هي سامه يعني، بس ما تهاجم. المهم لزمتها لان هي دخلت بالبلد مالتنا، لزمتها انا بيدي. فهو ظل ابو محمد بعد اخوك دير بالك على روحك، فد ولا تلزمها كذا. قلت له هسه انت احنا نريد نتغدى، روح جيب لنا قصب وتعال خلينا نشوي. فراح يجيب لنا قصب ويشوي. انا اتفقت ويا ذول الياباني، الياباني هم الغوله العفو العفو من الكلمه هذه، هم الواته قبلوا. قلت لهم هذا هاشم يحبني صديقي، فمن راح يجي انا راح اسوي روح ميت. عود قارصتنا الحيه، فهاشم اجى من بعيد وهم يسوون لي هيك الصدري وانا مسوي روح ميت. هاي هاشم مات، فاجى ركض نزل من الزورق، صعد على الكباش بابا علي علي يمشي. قال له احمد انقرص. هو انا مو قلت لك؟ يريد يصرخ يعني. انا خفت عليه لا يصير بي سكر له وجهي. قلت له هاشم انا كل شيء ما بيه، مو شافني سالم كل شيء ما بيه؟ قال روح بعد ما اريدك، بعد ما اريدك زين ما كتني.